جاري مخرى ما ضربات ليه حدا البوسطة حيت فرح نيت وجاي كيتلاوح السي جي كيتلاوح حتى لهنا وطاح حدانا واخر ما طاح لنا الوقاية المدنية ورجال الأمن. بالنسبة للناس عاودوا لي كيفاش وقع عليها وكيفاش قال لك قال الاعتداء بغاو سرقوها هو بالدراجة النارية ديالها الدراجة النارية ديالها عاودوا لي كيفاش طراو الاعتداء الاعتداء كان واحد يدير الموطور ضربوه موش من تما كيتلاو هاكا هو طايح حدانا تما من صحابو فيه شي حاجه من جي نمشيو لقيت الدم حنا علموا الوقايه المدنيه. علاش تقريبا وقعت الواقعه؟ الواقعه شي 11 شي حاجه شي 11 وربع هاكا 11 وربع؟ اه ما هو جا عندك ديك جا عندك مسكين كيلهات جاي 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 عامر دم جاي كيجر شويه جاي كله عامر دمات جا تحت الطوموبيل هو طايح ما تعرفو ما يسكنش هنا لا خويا هادشي راه اول مره اول مره خويا هادشي كيطرى عندنا هنا ما عمرو طرى لينا خويا هادشي بالنسبه للسيد اللي كان جاي مسكين راه جاي من هاز الدقه قال لك من الدريسيه قال لك جاي هاز الدقه بحال هكا وجا تشكى تماك صعب لقيتي اللي تشكى تماك هنا بنينا كنشوفو حنا بالينا السيد كيخرخر عيطنا لومبيلونس يلا لقيتها فاش جات لومبيلونس ويجي واحد السيد كان معاه الضربه كانت خايفه الضربه اللي كانت عنده في اليد اليسرى هنايا قال لك شي عرق كتمشي ليه العرق ديالو صافي واش هما كانوا صحاب يعني مع بعضياتهم ولا هو لا الكريساج لا قال لك هو السيد اللي جا المره الثانيه اللي كان معاه قال لك تعرض للكريساج قال بغاو يداو ليه موطور ولا ما عداو ليه واقيلا موطور داو ليه الموطور ديالو الموطور ما جاش كنعرفوا بلي هذه المنطقه هذه كتوقع فيها مثلا ديما قلت انت كريساج كذا ولكن قادر باش وصل القتل يعني شويه معمر هذا القتل معمر وطاع عندنا حنا يمكن هذا التوقيت يعني التوقيت يعني ماشي وقع التوقيت اللي وقع بين 11 11 ربع هادشي اللي حنا ما عرفناش واش الشباب ولا راجل كبير ما نكذبش عليك ماشي غنقول لك انا دري صغير اللي ضرب ولا راجل ما كاينش كاميرا الموقع ديال الجريمه راه فيه كاميرا اجي انت باش ما تملصش لا انا تدخل اخويا باش هذا ما يتملصش لك هذه الجريمه اللي كنطلبوا من رجال الامن يقوموا بالواجب ويشدوا المتهمين اللي داروا هذه الجريمه هذه ها حيت منا كيبان لي البوليس باقي نفهمشي باقي ما عارفينش شكون يشد باقي ما عارفينهمش حيت اصلا ما كاين لا سلاح ما كاين حتى شي حاجه فهمتي ولا لا حيت صعيب باش يلقاو بحال هاد المتهمين هادشي اللي كاين بالنسبه خويا التوضيح ديالك اللي قلتي باللي راه كاينين كاميرات تدخل كاينين في بلاصه الجريمه فين عاودوا لي انا على حد العلم عندي كاينين كاميرات في داك قنت الشارع كامل تيجي حتى لهنايا يعني شوف كاين كلشي راه غتبع الدم شوف دقه كاين بحال قلتي التراساج اخويا جاي مسكين الدري جاي هز مع حر الموت ديالو جا تا وقف هنا هادشي اللي اما انا والله ما حضرت شي حاجه اخويا بالنسبه للضربه اخويا الضربه كراف اخويا هادي ما يقدرش بنادم يفوت في هذيك 5 دقائق 10 دقائق وديك المشيه وجاي ضارب الطريق السيدة الله يرحمه المسكين ويوسع عليه والله يصبر والديه وصافي هادشي ما كاينش اخويا هادشي في هاد السيكتور هذا كيكون كريساج مضاربه هادي ولكن باش توصل الروح في السرقه بحال هكا هادشي اخويا ما كاينش هادشي اول مره حنا غادي نشوفو هنا والناس ديال هنا بخير سيكتور زوين الناس كالم اخويا الله يرحمه اخويا ويوسع عليه بالنسبه للجريمه ديال القتل راه صعيبه بزاف واحد الانسان اللي هو راجل جاي من العمل ديالو جاي من واحد الطريق يقدر كيتعرض لكريساج من بعد واحد الشباب كما قدروا الله اعلم واش واحد واش بزاف حنا ما حاضرينش المهم الا تبعتوا راه كاين باقيين اثار ديال الدماء راه جاي عشان منين هاز الضربه غاش الا تبعتيهم راه غادي تشوف المنطقه وغيبانوا لكم واحد والله اعلم عاوتاني تشوف المهم انا غنعطيك واحد التراجي غتبقى غادي من هنا غيبان لك الدماء غادي شوف حتى هو منين هاز الضربه مسكين حتى طاح هنا فهمتي فين وصلت والسلام عليكم الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد